الحقيقة الشهور اللي عدت خلت الناس محتارة تشتري وتبيع قيمة الذهب بعد تقلبات الأسعار السريعة كل ساعة بسعر. وعشان نفهم إمتى تشتري وإمتى تبيع لازم نشوف الفيديو ده للآخر. بانكير نبض البنوك. أول حاجة عشان تعرف تشتري ذهب إمتى وتبيع إمتى هي أنك تحدد السبب اللي عشانه هتدخل في قصة الاستثمار في السوق العجيب ده. يعني لو أنت واخد الموضوع استثمار يبقى هتشتري بأي سعر في السوق لأن الذهب استثمار طويل الأجل، ولما تيجي تبيع مش هتكون مضغوط وهتستنى أعلى سعر ساعتها، وتبيع لأنه في كل الأحوال الذهب استثمار ناجح. والاستثمار الطويل في الذهب بيبدأ من سنة وانت طالع، أقل من كده يبقى استثمار قصير الأجل، وهنا الموضوع بيختلف تماما لأنك هتحاول تشتري بالرخيص عشان لما هتبيع بعد فترة قصيرة تلاقي مكسب. وهنا في عامل مخاطرة كبير لأن الذهب في الأساس استثمار على المدى الطويل زي ما قلنا. خبراء الذهب بيأكدوا أن شراء الذهب وبيعه خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر بيحتاج لدراسة مستوى الأسعار خلال فترة الشراء مع متابعتها جيدا لاختيار الوقت المناسب للبيع لتحقيق هامش ربحي من عملية البيع، أو على الأقل الحفاظ على قيمة ما تم دفعه. طب ليه الذهب بيكسب على المستوى البعيد؟ لأن حضرتك الذهب أصله طويل الأجل زي ما بيقول الخبراء، وبيحمي من التضخم ومن تداعيات الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية، وكمان بيرتفع سنوياً وبمعدلات مقبولة. على سبيل المثال الذهب رفعت قيمته 876 جنيه وبنسبة 110% خلال تعاملات 2022، يعني اللي اشترى ذهب أول السنة وباعه آخرها كسب حوالي 900 جنيه في الجرام الواحد. طب إيه هو أنسب وقت للبيع بعد سنة؟ حضرتك هتتابع السوق وحركة المعروض من الذهب والأسعار العالمية والطلب، لما يكون كتير والمعروض قليل هتستنى ذروة ارتفاع الأسعار وتبيع فورا عشان تاخد أعلى عائد. وعشان تبقى فاهم، يا ريت لما تيجي تستثمر في الذهب اشتري سبائك أحسن من المشغولات، عشان المشغولات لما تيجي تبيعها هتخسر المصنعية وذهبك هيتعامل معاملة الذهب الكسر والمستعمل عكس السبائك، وخليك في عيار 21 عشان هو المطلوب في السوق المصري. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.